في زول قد تجي وشبهه يقول لك يا اخ طيب الكفار ديل ما يتقدموا كفار، اها دي حلوها كيف؟ الجواب بسيط، الكفار ديل ما تقدموا لانهم كفار، لانه قالوا الله ماف ورسموا صوره الله وكذا، لا، وانما تقدموا لانهم اخذوا بالاسباب الماديه ببساطه. ونحن المسلمين ما اخذنا بالاسباب الماديه ولا طبقنا الاسلام صح عشان ربنا ينصرنا، عرفتها؟ الكافر امشي الجامعات بتاعت الكفار ما بتلقى فوقها حفلات في الجامعات، ما بتلقى فوقها باطل وضلال، وان كان هم واحد ممكن تلقاه ماشي عريان لكن ده ما محله هناك. نحن بصدروا لنا الكفار ناس توباك وبوب مارلي ومين ومين ومين، وديل عباره عن الشماسه بتاعنا المجتمع، عندهم حله غادي اسمها مدينه هوليود للانتاج الاعلامي، ديل هناك. اما الناس اللي بيتعلموا والناس اللي بينتجوا ديل في الجامعات. لكن تعال شوف جامعاتنا هنا عيد الحب، وتلقى طلبه يدققوا في الدلاليك، واحد تلقاه عرفته قاعد له مع واحده وداك المحاضرات، واحد تلقاه ما بيجي الا ايام الامتحانات ويمشي الاشيتات، تمشي تخش الامتحانات تحت الجامعات، ما انا قريت الجامعات دي، تلقى الجماعه بيشوفوا، تلقاه خدت له ورقه او داسيه في الكالكوليتر، فهمت الحاصل؟ وتلقاهم بيتونسوا مع بعض ويجيبوا لهم 15 مراغب وعرفته، وفي مراغبين ذاتهم بيبيعوا الشغله وشغله جايطه. البلد تتقدم كيف؟ تتقدم كيف؟ نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا. ولذلك الناس لو دايره الضمائر دي تنصلح، لانه الزول الدائر يقدم له خير لو بقى مسؤول او غير مسؤول، لابد تربي فوق المراقبه من الله، اول حاجه تربي فيه العقيده الصحيحه عشان يخاف من الله. ربنا قال وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. لو الناس يتربوا التربية الصحيحة دي ما بيظلموا زول، ما بيأكلوا حق زول، بيعرف إنه التكليف والأمانة دي عبارة عن مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى. عشان كده لما بعث الصحابي إلى اليهود ليأخذ منهم الجزية، واليهود هم من هم في الغدر والأذية للرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين، الصحابي قال لهم لما قال لهم جيبوا الخراج قالوا له أنت كترت علينا الشغلة دي، قال لهم والله لقد جئتكم من أحب الناس إليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنتم يعني اليهود أبغض الناس إلي، ولا يحملني حبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بغضي إياكم أن أظلمكم شيئا. قال لهم مش عشان أنا جيت من الرسول صلى الله عليه وسلم اللي بحبه وجيتكم أنتم اللي ببغضكم وبكرهكم إنه أنا أقوم أنتقم منكم وأظلمكم حقكم. خليك من إنه تعتدي على أخوك المسلم القبليات والمشاكل والفتن الحاصة بين المسلمين، زول عشان يرجع لسلطة أو زول عشان يثبت في سلطة يقوم يدور الفتن والمشاكل بين المسلمين وتنتهك الأعراض وتسفك الدماء، عشان شنو؟ عشان هو يطلع في الكفر ويبقى مسؤول وهو يبقى المسيطر على البلد.